السلام عليكم هافري مديون، رجعناكم بفيديو جديد وأول فيديو وأول حلقة من سلسلة من الصفر فيفا 23. إذا كنت تريد شراء كوينز بأرخص الأسعار أقدم لك يا صديقي موقع فيفا كوين من أرخص وأضمن المواقع لبيع كوينز. اضغط على الرابط الموجود في الوصف ثم اضغط على خيار شراء الكوينز واختر الكمية التي تريد شراءها. بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك، ولا تنسى أن تضع كود الخصم فريمد للحصول على خصم بنسبة 5%، ثم اضغط على هذا الخيار والآن أدخل معلوماتك لإتمام عملية الشراء. أوكي يا جماعة، مثل ما تشاهدون هذه هي واجهة اللعبة، الحمد لله اشتغلت معنا بعد عناء طويل جدا. Ultimate Team للتقدم. اوكي يا جماعه راح نختار اي لاعب سيء، اختار هذا. اوكي راح نختار من افضلهم هو جنابري. والله يا جماعه عجبني هذا التيشيرت، يلا نختار اخر. اختار هذا يلا. تمام اوكي ساختار اتلتيكو مدريد. تمام اوكي، ايقونه الغلاف التاريخيه وايروني، كاكا، رونالدينيو، هنري، روبرتو كارلوس. تمام اوكي، فنفتح هذا الباكيج. اوكي 23 مباراة اعارة يا جماعة، وايد روني. اوكي يلا اوكي، اختار لعب سفير الفوت معار. اوكي يلا اختار واحد من هؤلاء اللاعبين، اكيد راح نختار فينيسيوس جونيور. A few moments later. اوكي يا جماعه عملنا بعض المهام الغير مهمه جدا. اوكي نذهب الى المتجر لنرى ماذا لدينا هنا، بعض الباكيجات الغير مهمه جدا. اوكي هذو غير مهمين. اوكي سنقوم باعاده كتابه اسم يا جماعه، نسميه فريمد. اوكي مثل ما تشاهدون لدينا 4600 بوينت. اوكي باكيج المعاينة لنرى اذا كان فيه لاعبين اسطوريين. اوكي هذا كريستنسن. اوكي راح نفتح باكيج لعل وعسى يكون هناك لاعبين ممتازين جدا. يلا بسم الله، اول باكيج. اوكي هذه الحزمة، يلا ليتس جو. يا رب يا رب يا الله، كريستنسن مرة ثانية. يا والله باكيج معين أفضل منه. يلا واحد ثاني يلا. سيء غونزاليز. يلا ثاني، يلا ثالث. يا الله أوكي هذه الليبرتادورس. يلا آخر واحدة يلا، دومبريزيو. اوكي اخر واحدة يا جماعة يلا اخر واحدة، ثم نلعب مباراة. حظ سيء، فان دي بيك جيد نوعا ما. ويلا بينا. اوكي بينج مثل العادة الاشارة يا جماعة 78 76. بالطبع يا جماعة هذا الفيديو يعتبر كمقدمة لعدة سلاسل رهيبة جدا قادمة في القناة. اهلا بكم مشاهدينا في اجواء رائعة. اوكي اول مباراة يا جماعة اللي في فيفا 23. الكل يترقب ضربة البداية في فرصة حقيقية للتسجيل. يا الله. اوكي انا غير متعود حاليا يا جماعة، يقولوا بان الجيم بلاي متغير. افرح افرح. No God please no no no. الله لا تتوقفي لا تتوقفي. يا الله يتصدى لهذه الكره.
جول يا الله. والله عندي مشكلة في توقف اللعبة يا جماعة، ما هو الحل؟ لا أدري. جول جيرارد مورينو. ماذا توقفت؟ في المرمى يا رب. يا سلام على اللقطة العرضية. جول يا في الخط الأمامي. نهاية المباراة. والله اللعبة توقف كثيرا يا جماعة، اللي يعرف الحل يقول لي يا جماعة في التعليقات. اوكي يا جماعة ألعب جيم آخر، لعل وعسى تكون اللعبة أكثر سلاسة، لا أدري. وين تشكيلة الخصم يا جماعة؟ أجواء أجمل قبل انطلاقة هذا اللقاء. وتطلعات. وش ذا عنده رونالدينيو؟ التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض. مر فيها، انطلق فيها راح. يا والله بطء يا جماعة. البينج، البينج يا جماعة. داخل الملعب وتأثير على أداء الفريق بالكامل. يا الله والله لديه نجوم يا جماعة، لديه أرلوند، لديه رونالدينيو، ومع ذلك الله أعلم لا يعرف إلا ضغط ناجح في الأمام. التسديد والحاس. حذري 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 حذري. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. فرصة للتسجيل. يلا الشوط الثاني. بالرغم من التوقفات إلا أنه لم يسجل يا جماعة. ممكن أن يأتي التقدم. أنطوني موديست. عرضية. يلا جول. والهدف. والهدف. مرور ناجح بالكرة. ينطلق بالكرة في العمق. يلا لا سدد. ونهاية المباراة. هذا ما لا يعجبني في فيفا، تقطع أثناء اللعب. أوكي راح نختاروا هافرتز. يلا أوكي يلا نفتح هذا الباكيج. بسم الله يا رب. لعب ممتاز. إذا إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم. صراحة كانت هذه فقط البداية، إن شاء الله راح تكون عندنا السلاسل القادمة إن شاء الله كل يوم فيديو. سنحتاج إلى دعمكم بقوة يا جماعة. شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير، شكرا لضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. نلتقي غدا إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.